اخباركم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على توقعات شهر اغسطس لعام 2020 لاصحاب برج العذراء. برج العذراء عندنا شهر هيكون مختلف شويه، شهر على فكره نهايته هتكون ايجابيه جدا، لانه بيختلف النص الاول تماما عن النص الثاني. النص الثاني هيكون افضل كتير عند برج العذراء، هيكون احسن في حاجات كتير، سواء وضع مهني، عاطفي، امور اجتماعيه، صلح، اخبار ماديه او تحسنات ماديه. هيكون في اشياء كتير من التميز، اخبار قد ايه ايجابيه وبشرى قد ايه ايجابيه، هيكون رجوع للحق بشكل قوي، هيكون حاجة او مشكلة قانونية بقالها كتير جدا هتبدأ تتحل. كل ده في النص التاني. طيب شكل النص الاول هيكون عامل ازاي؟ النص الاول هيكون عندك ما زلت بتلوم نفسك او بتنقد نفسك على افعال اللي فاتت، بتلوم نفسك على خلافاتك مع الاخرين، يمكن انت شايف ان انت سبب في خلاف معين، او انت شايف ان في شخص فضل حد تاني عليك، حد ممكن يكون عندك طرف تالت، او للحبيب او الشريك عنده طرف تالت فمؤثر عليك جدا نفسيا. كان في ضغوط نفسية كتير قوي وما زالت هتكون موجود بعضها في النص الاول. النص الاول هيكون بالنسبة لك برضو في ايجابيات، لانه هيكون عندك انك خلصت من حاجة، خلصت من هم، خلصت من اوجاع، خلصت من شيء انت كنت بتفكر فيه كتير، ولكن اخترت او قررت ان انت تنهي الموضوع ده، تخرج من العلاقه دي، تمشي من شكل البني ادم ده او الشخص ده. فعندك قرارات عملتها او نفذتها خلت عندك راحه شويه، خلت كتر التفكير اللي عندك لا يزول، يهدى. فالنص الاول هيكون هادي، النص التاني هيكون افضل استقرار، واستقرار قوي جدا جدا، وافراح كمان، في افراح كتيره جدا. النص الثاني بيبدا من يوم 20 عند برج العذراء في خلال الشهر ده، يعني النص الثاني مش يوم 15 لو نص شهر، لا من يوم 20. عامه برج العذراء الوضع المهني شكله ايه عندك في شهر اغسطس؟ عندك الوضع المهني هيكون عندك انك بتبدا تقف تاني، بقيت تخلي بالك من اوراقك، من مستنداتك، عايز تسرع في الوقت، عايز تنجز اكتر، عايز تخلص المهام اللي وراك، عايز ان انت ما حدش يمسك عليك غلطه، عايز ان انت تركز اكتر في عملك. من الاخر كده برج العذراء بدات او بنقول اللي هيشيل او هيسندني هو شغلي، مش حد تاني، مش شخص يسندني، لا العمل هو اللي هيسندني. فبدات ان انت تبص كتير لعملك، كتير بقى بيدور على مكان وظيفي تاني، مجال تاني ابدا فيه، ازاي ان انا اركز اكتر، ازاي اني انا اعرف اجيب ناس، او اني انا اعمل مشروع خاص واعمل ليه شهره كبيره. ده كتير جدا جدا من برج العذراء، انت بتفكر في ده وهتعمل الخطوات دي بالفعل، يعني انت هتكون مش تفكير وبس، لا تفكير وتنفيذ يعني، فده موجود جدا جدا. برج العذراء هيكون شهر اغسطس بالنسبة لك انت بتشتري حاجات كتيرة، بتدفع مصاريف، عندنا مصاريف للاولاد، لبس هنجيبه، حاجات للتغيير، ديكور، عندنا اقساط لمنزل، في حاجة فيها انك بتدفعها بصفة اقساط، بصفة ان انت جزئية مثلا، يعني مدفع جزء كل فترة، فده موجود جدا. برج العذراء كمان هيكون عندك، هو اساسا شهر فيه مصاريف كتير، او النص الاول بالنسبة لك فيه مصاريف كتيرة جدا جدا، او عايز تخلص الحاجات اللي وراك يعني، فبتصرف عشان تخلص. برج العذراء كمان عندك التغيير في نفسك، عايز تعمل كده، عايز ان احنا نظبط بشرتنا جدا، نظبط شعرنا، نظبط جسمنا، ممكن يكون احنا عندنا حاجة احنا معقدين منها شوية، مش معقدين فكرة التعقيد، لا متضايقين منها، شايف ان عندي بقى فيه خطوط، بقى فيها هالات سودة، بقى مش عارف ايه، عايز اعالجها، لا جسمي عايز اظبط، اتخن شوية، لا عايز اخس شوية. ففكرة التغيير للافضل موجودة عند برج العذراء، وبالفعل هنعمل كده. وبالفعل الدافع القوي اللي هيكون موجود للتغيير عند برج العذراء هيخليك انك تتغير للاحسن والافضل. هنهتم كتير بشكلنا، بمظهرنا، بشعرنا. كتير من برج العذراء انت عايز تظهر شخص مختلف، عايز ان احنا نكون قد ايه حلوين، قد ايه نبص لنفسنا، نكون مستمتعين بنفسنا. برج العذراء اساسا انت بتدور على تغيير عشان تغير نفسيتك، وانا بشوف ان ده شيء مهم جدا جدا، او شيء ايجابي، يعني انا بشوف ان ده شيء ايجابي بيلعب في النفسيه عندنا للوضع الايجابي. عامه يا برج العذراء غير كده انت عندك في فرص كتير جدا جدا، في ايجابيات واكترها هيكون موجوده على النص الثاني، ولكن انا بشوف انه شهر اغسطس هيكون افضل كتير عن الشهر اللي قبله، والنص الثاني يمكن اسعد وقت عندنا.
بلدنا بيمر في خلال الوقت اللي يعني في خلال الفترة اللي فاتت دي كلها، يمكن أسعد وقت هيمر علينا. هيكون عندك في الوضع العاطفي في لقاء عاطفي أو زواج، اتمام زواج او موضوع عاطفي يجي بشكل سريع جدا جدا، ويلا نخلص بشكل سريع، يعني يلا يعني ممكن يحصل خطوبة وزواج في وقت قليل جدا، وقت قياسي جدا. هيكون عندك اتفاق، هيكون عندك فرحة من خلال الوضع العاطفي. بالنسبة للناس كمان المرتبطين هيكون عندك فرحة برضو، لان هيكون عندك صلح. برج العذراء عندك صلح بشكل قوي، سواء في الامور العاطفية، سواء انت ومديرك في الوضع المهني، الامور العائلية، في صلح موجود بصورة قوية ونسبة قوية جدا عند برج العذراء. فبالنسبة للناس المرتبطين في صلح، في تفاهم، في تحسين في العلاقات، في انك هتقعد تتكلم مع الشريك على الحاجات اللي انت بتتمناها، عايز تقوله فهمني صح، تبدأ هتتكلم معاه، ومش هيكون عندك فكرة الانتقاد للآخرين، لا انت عندك الانتقاد لنفسك اكتر. ويمكن ده مشكلة، بس مهما كان هيكون افضل ما احنا ننقد الآخرين ويحصل عندنا مشاكل. عامة برج العذراء هيكون عندنا انا بعتبره شهر ايجابي جدا جدا، يجب ان احنا نستغله عاطفيا او مهنيا. طب بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين، زي ما قلت هيكون في اجواء عاطفية هنعيشها سعيدة جدا جدا، هيكون كمان في اتفاق، في شيء رسمي، في فرح هنحضره، في لقاء اجتماعي هينشأ منه علاقة عاطفية قوية جدا جدا، او علاقة متينة كمان، علاقة فيها حب قوي قوي وشغف والحاجات اللي هي الحب الجميلة دي. برج العذراء بالنسبة للناس المنفصلين هيكون عندك حب جديد، في حب جديد. طب الماضي بيراقبك؟ اه بيراقبك، حتى لو هو مرتبط بشخص تاني، حتى لو مرتبط بشخص تاني هيكون عنده مقارنة، بيقارن جدا ما بين الشخصية اللي معاه حاليا وبيقارن بيك، يبدأ يقول لنفسه مش كنت خليني معاها افضل او اخليني معاه افضل. فده موجود كتير. برج العذراء انت بتفكر في الماضي، انت نفسك بتفكر كتير في الماضي، بتفكر كتير طب لو انت كنت معاه او معاها كان الوضع كان يبقى افضل ولا لا، طب احنا لو كنا مكملين، طب عشان مش عارفه الاولاد ايه، طب والبيت ايه. عندك تفكير في الماضي والتفكير في الخلافات. على فكره هو على قد ما هو شهر ايجابي، على قد ما انت بتفكر في الماضي كتير وبتفكر في المواجع وبتفكر في خلافاتك مع الناس، هو عندك صلح بس بتفكر في خلافاتك القديمه. عندك كل الحاجات دي اللي بتفكر فيها دي بتقلب المواجع. انا هتكلم على فيديو النصايح واتكلم عن النقطه دي في فيديو النصايح، ان احنا ما ينفعش ان احنا اللي بنعمله في نفسنا ده، يعني كفايه قلبنا بقى، كفايه حرقه بجد بجد. برج العذراء انت برج من اطيب واجمل الابراج، ما بلاش نوجع في نفسنا، خلينا نفرح ننطلق. يعني استنوا فيديو النصايح انا هتكلم فيه بصوره مختلفه، عشان يعني نحاول نزرع الايجابيه شويه. عامه برج العذراء الوضع العاطفي متميز جدا جدا. طيب الوضع الاجتماعي، برج العذراء انت عندك خلافات عائلية ومش مع طرف واحد، او عندك خلافات عائلية مع اكتر من شخص، هيكون عندك صلح مع جزء والجزء التاني لا، الجزء التاني يمكن انت هتشوف ان انت اديت اكتر، انك يعني عطيت، ان انت ما خدتش قد ما اديت امان، اديت حب، اديت مساعدة معنوية مادية، لكن انت لقيت الخبز، فده مخليك ان انت تندم لانك اثرت على تعاملك مع شخص اخر، فده مأثر كتير فيك ومأثر كتير انك بتفكر في الموضوع ده. هتلاقي اشخاص خبيثة جدا بتظهر، بيظهر خبثهم اكتر، هيكون عندك انك بتنصدم في الناس، بتنصدم في اقرب الناس ليك. في حين اخر ان انت هتلاقي شخص بيفضل حد تاني عليك موجود، وده برضو من خلال الحاجات اللي هتتصدم منها. في حين اخر برضو ان هيكون عندك صلح في المشاكل العائلية، بعض الاشخاص اللي في الوضع العائلي لا هيكون عندك صلح معاهم. عامة برج العذراء كمان هيكون عندك في تواصل، هيكون عندك زيارات، انك بتزور حد بيزور، تواصل، يعني في تواصل موجود عند اصحاب برج العذراء بشكل قوي. التواصل ده هينشأ منه ايجابية نفسية. زائد بقى برج العذراء عندك بشرة ايجابية، عندك ممكن تسمع ان في بيبي جديد، في انتقال لمكان تاني، في شيء مهم، حصولك على شيء مهم، مشكلة قانونية تتحل، هيكون عندك التغيير اللي انت هتسعى ليه هيكون ايجابي جدا. بس في حاجة عايز اقولها، ان عندنا شهر بالفعل ايجابي وبيدي لك فرص عظيمة وبيدي لك ايجابية، بس مش هيديها لك وانت واقف محلك سر، لا لازم تتحرك، لازم انت تسعى، لازم تكون ايجابي اكتر، لازم ان انت تكون بتحاول انك تجاهد عشان تحصل على الايجابية، عشان تحصل على الشيء اللي انت بتطمح ليه، عشان تحصل على هدفك. فلازم ان انت تتحرك
الحظوظ هتقابلك في الطريق مش هتجيلك في مكانك. عامة يا برج العذراء استنوا النصايح هتكلم عنها قريب، وهتكلم على التوقعات العاطفية بشكل مفصل اكتر من كده، بس الوضع الصحي هتكلم عنه برضو بشكل سريع. الوضع الصحي تفكيرك في الماضي والارهاق اللي انت بترهقه لنفسك من كتر التفكير ده ممكن يعمل لك تعب جسدي، يخلي عندك ارهاق، يخلي عندك خمول، يخلي عندك كسل، لان عندك عقلك مشغول فكسل انك تفعل حاجة، انك تنفذ شيء. نخلي بالنا كتير جدا جدا من الارهاق النفسي اللي احنا بنرهقه لنفسنا، وكمان الارهاق الاحساس انك بتظلم احساسك معاك بانك بتيجي على نفسك كتير عشان العلاقة تمشي، عشان المركب تمشي، عشان الدنيا تتحسن، عشان مش عايز اخسر حد. لا، اخسر واكسب نفسك. عامة يا برج العذراء بتمنى جدا ان انا هكون فدتكم، بس ما تنسوش ان تفائلوا بالخير تجدوه يا برج العذراء. ما تنسوش كمان اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.